إلى كولن توجه المئة من أحفاد الرشيد من أبناء الجالية العراقية للمشاركة في حفل إبداع عراقي بنسخته الثانية، حفل أبدع منظموه وهم مركز إبداع في اختيار المكان والزمان. فكولن التي لا تنام تعتبر عاصمة مقاطعة شمال الراين الثقافية، والزمان هو ثالث أيام عيد الأضحى، وما أجمله من لقاء للأحبة والأصدقاء. صالة ممتلئة بجماهير حضرت من العديد من المدن الألمانية، لا ليحضروا حفلا فقط، إنما ليشاركوا في صناعة منبر لعرض ودعم طاقات ومواهب وأفكار وإنجازات لمبدعين عراقيين، والتعرف عن كثب على مشاريعهم ومسيرتهم العلمية، كما يقول منظم الاحتفال المهندس فراس الأحمدي. هو فرصة للتواصل بين مجموعة من العراقيين. حبينا هالسنة نبين أنه أكو جوانب كثيرة في علوم الفلك، في علوم الطب، مميزين جدا ليس على مستوى العراق وألمانيا لكن على المستوى العالمي، لأول مرة يقومون بأعمال رائعة، وأيضا مخترع كان عندنا قدمنا. فقرات الاحتفال كانت متعددة وغنية، وأن تخللها بعض الأخطاء التقنية التي لم تؤثر على جمال الاحتفال. علماء ومفكرين تم الترحيب بهم بحضور القنصل العراقي الذي حضر الاحتفال، وإن غاب دعم حكومته للفعالية كما قيل فيما بعد. علماء فلك وأطباء ومهندسين، إضافة إلى كتاب، اجتمعوا بكل أطيافهم بعيدا عن كل ما يفرقهم ليتوحدوا تحت اسم واحد: العراق. أحلى شيء هي اللمة اللي أشوف نفسي بين ناسي، بين أهلي العراقيين. يعني صراحة إحنا بحاجة في ألمانيا لحفلات مثل حفل إبداع، نتعرف على بعض، على إبداعات بعض، نستفيد من بعض. فأشوف هاي فرصة لكل شخص، كل شخص عراقي يجي لهذا المكان ويستفاد. لم يكن الحفل فقط للتكريم، بل كان أيضا فسحة لمشاهدة أجمل اللوحات الفنية التي رسمها فنانون عراقيون، وتحف فنية أعادت بذاكرة الحاضرين إلى تاريخ عريق لبلد كان فيه 1300 موقع أثري، وأسواق كسوق الصفافير والشورجة كان لكأس الشاي فيها نكهة لا مثيل لها في أي بقعة من العالم بالنسبة للعراقيين. الآن إحنا واقفين قدام لوحات الفنانة مي القيسي، هي يعني لوحات نشوف التراث العراقي بصورة تشكيلية جدا جميلة. لما نبدي المعرض نشوفه من لوحات أستاذ قاسم، هي يذكرنا تاريخ العراق اللي هو الثقافات العراقية، الصور العراقية والحضارة العراقية. إذن هو سرد لتاريخ العراق بالضبط. القديم الجديد. الجديد بالضبط. الاحتفال كان تحديا بالنسبة لمنظميه، وتوسيع الاختصاصات وقائمة التكريم ليس بالأمر السهل، لكن يبقى ثمة أمل أيضا في أن تتوج هذه الجهود الفردية بأخرى جماعية تشجع وتتيح لأكبر عدد ممكن من المبدعين والمفكرين على تقديم كل ما هو مميز وجديد ومدعاة للمفخرة. نعم، الأجواء جميلة فعلا، وليس من السهل أن يجمع هذا العدد الكبير من المبدعين تحت سقف واحد وأن ينظم لهم حفل بهذا الشكل. تحية من كل قلبي لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، سواء من كانوا هم خلف أو أمام الكواليس، سواء من نظم أو قدم استشارة أو حتى من حضر. وكما هي العادة، يأبى أحفاد الرشيد إلا أن يصبغوا المكان بطابعهم المميز المتمثل في الغناء العراقي الأصيل وموسيقى رائعة لفرقة أبدعت في وصلاتها الموسيقية. ليختتم الحفل الفنان العراقي حسن الرسام الذي ألهب الجمهور على أصداء دبكة التشوب العراقية المشهورة. لراديو هلا من كولن، سمير سفوك.